بين الجوع واليتم يعيش أطفال قطاع غزة ظروفا مأساوية مع دخول العدوان الإسرائيلي على القطاع يومه الرابع والأربعين بعد المئتين منذ هجمات السابع من أكتوبر الماضي فمن لم تقتله آلة الحرب يقتله الجوع وسوء الخدمات الصحية والغذائية الموجودة بالقطاع منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونسيف قالت إن تسعة من كل عشرة أطفال في غزة لا يستطيعون تناول العناصر الغذائية من مجموعات غذائية كافيه لضمان نموهم وتطورهم بشكل صحي بسبب العمليات الاسرائيليه المستمره من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي، والعقبات التي تفرضها على دخول المساعدات الانسانيه للقطاع، مما ادى الى انهيار النظامين الغذائي والصحي، مما ينذر بعواقب كارثيه على الاطفال واسرهم. المنظمه الامميه اكدت ان الاطفال في قطاع غزه الذين يتعرضون لقصف اسرائيلي منذ اكتوبر الماضي يعانون من فقر غذائي حاد، مما يعني انهم يتناولون مجموعتين غذائيتين او اقل في اليوم للبقاء على قيد الحياه. اليونيسيف اكدت ان التاثير المروع للعدوان الاسرائيلي على قطاع غزه وعدم قدره الاسر على تلبيه احتياجات الاطفال الغذائيه تهدد حياه الاطفال في الاصابه بامراض سوء التغذيه. ياتي ذلك في الوقت الذي تحاول فيه حكومه الاحتلال. انكار فرض اي قيود على الامدادات الانسانيه للمدنيين في غزه، والقت باللوم على الامم المتحده في بطء توصيل المساعدات، مؤكده ان عملياتها العسكريه غير فعاله على حد وصفها. ظهور شبح المجاعه في مناطق بقطاع غزه، ووفاه بعض الاطفال بسبب سوء التغذيه والجفاف، ادى الى تراجع اقوى حلفاء اسرائيل عن دعم حكومه الاحتلال في حربها على غزه، وتحول للضغط عليهم للسماح بدخول المزيد من المساعدات الغذائيه والانسانيه، هذا وقد تسبب العدوان الاسرائيلي على غزه في وجود ألف طفل فلسطيني منفصلين عن اسرهم فيما يحتاج اكثر من مليون طفل الى خدمات الصحه العقليه والدعم النفسي والاجتماعي، بسبب الضربات الوحشيه لجيش الاحتلال الاسرائيلي للمدنيين وفقا لتقارير صادره عن وزاره الدوله لشؤون الاغاثه في الاراضي المحتله.